وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في نشرتنا الإخبارية من قناة الساحل. مينا محمد فار. البداية بالعناوين: ماليون يعتدون على الرئيس المالي المؤقت، والأخير ينقلوا إلى المستشفى. سنغاليون يتظاهرون في نواكشوط ضد رسوم الإقامة. المعارضة المحاورة، رفض لحوار جديد وتحذير من الفوضى. أهلا بكم في التفاصيل، والبداية من مالي. تعرض الرئيس المالي المؤقت مساء اليوم إلى اعتداء بالضرب المبرح من قبل بعض المتظاهرين، نقل على إثره إلى المستشفى، فيما قتل 3 من مرافقيه. تظاهر المئات من الرعايا السنغاليين أمام سفارة بلادهم بنواكشوط للمطالبة بإلقاء رسوم الإقامة التي يعتبرونها مشحفة بحقهم. جميعهم جاءوا هنا للاحتجاج أمام مبنى السفارة السنغالية. مئات السنغاليين ممن وجدوا في شروط الإقامة في موريتانيا إجراءات مشحفة تكاد تعصف بعقود من التسهيلات والتسهيلات المماثلة. تعمل بين رأي بقى في فيه لا لو مارون سوين يحترن نبغي مودن تاي بس لا كتاي نماني سوين جام نكونت سوين لجاي نلعب موريتانيا دم بلا وردو تاي موريتانيا منول دم باي سنغال سنغال منول دم باي موريتانيا. رعايا ماليين ونيجيريين وغامبيين رفعوا شكاوى إلى سفاراتهم بشأن الإجراءات التنظيمية الجديدة، بينما اعتبرت وزارة الخارجية في بيان تداولته بعض وسائل الإعلام المحلية أن رعايا هذه البلدان يحظون بامتيازات خاصة في النظام الجديد، امتيازات تمكنهم من الدخول دون جوازات سفر وتسهل إجراءات إقامتهم في موريتانيا. وبينما ينتظر المراقبون أن يسهم لقاء وزير خارجية وسفراء دول الامتياز في حلحلة الأزمة والحد من انعكاساتها على الرعايا والجاليات، تبقى إدارة الرقابة الترابية بالعاصمة قبلة لعشرات الأجانب من مختلف الجنسيات الذين يهدفون إلى تسوية وضعهم القانوني والحصول على أوراق الإقامة البيومترية. رغم الجدل الواسع الذي أثارته قضية الضريبة المفروضة على الأجانب في هذه البلاد، إلا أن بعضهم ما زال يفد إلى هذه الإدارة قصد التسجيل وإكمال أوراق الإقامة. حمدي ولده لقناة الساحل نواكشوط. عبرت أحزاب المعارضة المحاورة عن رفضها لأي حوار جديد، محذرة في الوقت ذاته من إشاعة الفوضى. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته صباح اليوم بمقر حزب الوئام الوطني. عقدت أحزاب المعارضة المحاورة صباح اليوم مؤتمرا صحفيا بمقر حزب الوئام الوطني، وقد حضر المؤتمر رؤساء الأحزاب الثلاثة وهي التحالف الشعبي التقدمي والوئام الوطني وحزب الصواب. رئيس حزب الوئام بيجل الهميد نفى في رده على سؤال لقناة الساحل أن تكون الأحزاب المشاركة قد دعت إلى حوار جديد أو تقبل به، داعيا إلى انتظار تطبيق النتائج المتمخضة عن الحوار الأول. رئيس حزب التحالف الشعبي التقدمي رئيس البرلمان مسعود ولب الخير قال إن تطبيق نتائج الحوار الأول هو الحل الوحيد وإن البلاد لا تتحمل الفوضى، مبرزا أن الداعين إلى الثورة في موريتانيا قد فشلوا في إشعالها بعد مضي أكثر من سنة، مرجعا الفضل في ذلك إلى الشعب الموريتاني الذي رفض تلك الدعوات. وحول رغبتهم المشاركة في السلطة قال مسعود ولب الخير: لو كنا اللي ندوروا نشاركوها والله نعودوا من أقلبيتها والله تعطينا قرعة من حكومتها كنا نقدروا نتفاوضوا معها في هذا المجال اللي هو. إحنا إذا عدنا اللي داروا مشاركة الوحدين اللي الثانيين اللي نعرفوا بينهم قاعدي عليهم الحكومة بيوم اللي فات وجاءوا يلوّدوا لها. عبد السلام والحرمة رئيس حزب الصواب انتقد التشكيك في معارضتهم أو اتهامهم بأنهم أصبحوا معارضة للمعارضة، قائلا إن ما حققوه من الحوار الماضي هو ما سعت المعارضة مجتمعة إلى تحقيقه خلال السنوات الماضية. باسم الحين نعودوا معارضة للمعارضة، احنا اللي ناقشنا مع النظام عريضة مطلبية معدلتها المعارضة الموريتانية كاملة مجتمع عليها وشخصت فيها المشاكل اللي يعاني منها المشروع السياسي الديمقراطي الموريتاني. باش ما أن معارضة مهوتنا شهرين ناقشوا كل كبيرة وصغيرة في ذي المشاكل
منين ظاهر ان احنا ناخذنا ب 95% من ذيك المطالب التاريخيه عند المعارضه الموريتانيه. وتبقى الساحة السياسية الموريتانية مرشحة للمزيد من التجاذبات بين أغلبية تستند إلى ما تعتبره شرعية الانتخابات الماضية، ومعها طيف من المعارضة لا يرى غير الحوار وصناديق الاقتراع سبيلا للوصول إلى السلطة من جهة، وبين طرف آخر من المعارضة يستلهم من الربيع العربي تحركه ولا يرى غير الشارع سبيلا لتغيير النظام الحالي من جهة أخرى. إلى حوالية التضامن التي يعتبرها البعض أحد أهم إنجازات الحكومة الحالية، فيما يشكو البعض الآخر من سوء المعاملة فيها ونقص في موادها. عند 8 صباحا يتم فتح دكاكين أمل 2012 حيث يتوافد المواطنون للشراء قوتهم اليومي والمتمثل في 2 كيلوغرام من الأرز و1 كيلوغرام من السكر و1 كيلوغرام من المعجونات ولتر واحد من الزيت بأسعار مخفضة والتي تمثل 50% من سعر السوق. وقد التقينا ببعض المواطنين الذين ذمنوا لنا هذه التجربة وقالوا إن العملية تتم بصورة طبيعية. هون زي ما فيش ما قطرينا كدر فيه. ولشرح هذه العملية قمنا بسؤال أحد المراقبين. يوميا الشخص يجبر الحصة اللي يدور من مختلف المواد الموجودة عندنا، معناها المسموح له بيقبض المواد كاملة يوميا في المقابل إلى رجع النهار الثاني نفس الشيء. كم كيل من مارو مسموح له؟ مسموح له بكيلين من مارو، كيل من السكر وكيل من المعجونات وليتر من البير. أما بالنسبة لدكاكين أمل في المعرض فإن الأمر يختلف، حيث تنتظم طوابير المواطنين عند البوابة الرئيسية ينتظرون الدخول، حيث يقولون أنهم جاءوا عند ساعات الصباح الأولى وذلك للحصول على وصل يتم على أساس شراء الكمية التي يريدونها من المواد الغذائية. ونطابور القدام يجيبوا بوليس ويدخلون قيسة الوزارة ويعطوهم البوهات، والبوها يعود لي رقم الستاند الواحد والله يكسي الواحد يعودوا يوزعوهم شورهم كيف نحن ركات إياها ستاندان يوزعوهم شورنا يعودوا هنا تصوم ويرانقوا شور ذوك بلد بش يعودوا يقبلوا في المات إياها إن شاء الله ما في مشكلة سهل. نحن ننجون هنا تياه هم كلهم عند بالوزارة يتفرقوا بيهم اللي كلهم عنده تاقط مكتوب لي بالمواد كيسي الواحد، وكل كيسي عنده ستاند واحد بيد بش خاص به كي صارك مثلاً هاي ضركاتيا في ستاندا قيس لا كيسيان يعود قيسهم هو كاتلسون. إلا أن عملية البيع هنا تختلف عن الأولى، حيث يتم شراء خنشة كاملة من الأرز وكذلك واحدة من السكر وواحدة من المعجونات وعشرة لتر من الزيوت بثمن 13500 أوقية. إلا أن هناك بعض المواطنين الذين يشتكون من المعاملات التي يتلقونها، حيث يقولون أنهم يتم طردهم دون الحصول على المواد. وهذا المعرض ما نراجين في الشي شي ما هراج الله يسري ويجيب شوي نعالتي قاطعها صندري باطني أنا عزيمتي. وعند حصول أحد المواطنين على وصل فإنه يتوجه إلى أحد الشباك الثلاثة لكي يحصل على ما يريد. وقد سألنا بعض المراقبين. يوميا الناس ترانقي هون شفيه اللي جي سينكر وفيه اللي جي سيزر، نحن عندنا تعليمات نبيعه يوميا للف ومئتين شخص ليك للف ومئتين اللي انتوفى التاسعة اللي انتوفى العاشرة لكنها رفض نحن نفتح مويتر لكثرة، لذا دائما تفتد ميدي الوحدة توفى ذيك ميل ديصا بلي الناس تنطلص بالعجلة ولقي شيكت والناس يمولي على البيع أربعة. وهذه رواية لا الناس المواطنين كلها يتم عياط فيها، قلنا لهم اللي جاء اليوم ولا قد يدخل يفجرته يوم السبت ينباع والله يوم الاثنين والله يوم الأربعاء وما تراجعوا. هذا هو الخلل. هكذا كان رأي بعض المراقبين والمواطنين في نجاح برنامج أمل 2012 وتخفيفه من حدة أزمة المعيشة التي تتعرض لها موريتانيا. أبيل مكحل قناة الساحل نواكشو. تعتبر معطى مولانا محجا لدارس العلوم الإسلامية والعربية ليس فقط من موريتانيا وإنما من أقطاب العالم المختلفة. وفي هذا الصدد نظمت هذه القرية احتفالا بمناسبة حفظ أحد طلابها الإسبان للقرآن الكريم. قرية معطى مولانا قلعة العلم والوعي والتحدي بالعزم والصمود والإيمان والعمل. واجهت هذه القرية منذ تأسيسها سنة 1958 عاديات الزمن حتى صنعت لنفسها وللوطن نموذجا يحتذى في جميع المجالات. ففي النظام الاجتماعي الذي تميزت به معطى مولانا يكمن سر نجاحها، حيث يضبط هذا النظام بشكل محكم توزيع الأدوار بين كل الأفراد، فالكل يعرف ما له وما عليه. وبالرغم من قلة ساكنتها إلا أنها حققت إنجازات كبيرة في جميع مناحي الحياة،
ويعتبر الجانب العلمي والثقافي من أهم هذه الإنجازات، فبفضل محاضرها التي لا عصيتها في جميع أصقاع العالم أصبحت معطى مولانا قبلة لطلاب العلوم الشرعية. فمن أمريكا إلى الصين إلى جنوب إفريقيا إلى إسبانيا يجتمع هؤلاء في معطى مولانا، قاسمهم المشترك الوحيد هو الإيمان وطلب العلم. فاليوم مثلا يحتفل عمر من المملكة الإسبانية بختمه القرآن الكريم، فيجتمع الكل في بيت شيخ القرية مباركين ومهنئين لهذا العمل الصالح. بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بارك الله فيك. شرفني يا خراج عند مولانا، إن شاء الله نزيد ويا سم الحفاظ، إن شاء الله ننفع المسلمين كاملين بالقرآن الكريم. ما راح أحفظ القرآن أنا بعد مع سنة زيادة، ونعرف أنا عندي معجب به ما يعطي برنامج ما أدرب على حالته، وافتخر على عني عندي تلميذي كيف عمر. المثابرة هنا ساعدني والحمد لله، نشكر الحاش ونشكر الله أولا لهذا حفظ القرآن، إن شاء الله أنفع الناس كيف أقول وتبقوا ما قرأت إن شاء الله. ومع السلام. في هدوء وسكينة ترتل معطى مولانا آية ذكر الحكيم أناء الليل وأطراف النهار، وتسير بخطى ثابتة نحو تحقيق المزيد من النجاح. أعطاها الله فأعطت حتى تجاوز عطاؤها حدود البلد. إنها قرية معطى مولانا التي ما فتئت تخرج الخريجين الحافظين للقرآن الكريم من خارج البلد. لقناة الساحل عبد الله والسيدي. لا إله إلا الله. نظم فنانو موريتانيا حفلا موسيقيا بنواكشوط يعود رايعه الى لاجئي ازواد، وقد اشرفت على هذا الحفل الفنانه الطهرم تنانه. الى التفاصيل. فقالتنا هو اليوم هاي الوقفه اللي واقفين فيها لا بالعاده. على طريقتهم الخاصه ساهم الفنانون الموريتانيون في مساعده اللاجئين الازواديين الذين تدفقوا بعشرات الالاف الى الشرق الموريتاني هربا من الصراع المعتدم في اقليم ازواد الساخن. ساعات من السمر الممتع للنكهة الخيرية والسياسية قضتها الجماهير الموريتانية والأزوادية على مدرج الملعب الأولمبي وسط العاصمة نواكشوط. الحفلة التي خصصت مداخلها للاجئين وشارك فيها العشرات من الفنانين الموريتانيين كانت فرصة لعناق بين الثقافة الفلكلورية الأزوادية من جهة والموسيقى الموريتانية من جهة أخرى، كما كانت مناسبة للتذكير بالعلاقة الأبدية بين الفن والعمل الخيري كما يقول الفنانون. قصدنا به أن نساعده، وان احنا مولي الفنان يالتو يعود مولي يعطي ما يتم لا ينقطالو فريمون لا ريميرسي افيك ان غران جوا دي فوا دي جان كي نيسي اي كي شيرش دي زيد او جان ديزيسبيري اون لا ريميرسي فريمون. الالاف من الشباب الموريتانيين الذين لا يملكون سوى تذاكر الدخول جاءوا الى الملعب الاولمبي ليقدموا مساعداتهم الرمزيه في اشاره الى ان ماساه ازواد حاضرة عند الشباب الموريتاني حتى في الحفلات الفنية ومراكز اللعب والترفيه. وبعيدا عن أجواء السمر الفني، تبقى مخيمات فصالة ومبرة في الشرق الموريتاني تتردى في دركات البؤس وتنتظر ما ستدر به جيوب أصحاب القلوب الرحيمة، آملين أن تصل مساعداتهم في أقرب الآجال. فهل حناجر الفنانين قادرة على التخفيف من معاناة هؤلاء؟ وفي نهاية النشرة هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. ماليون يعتدون على الرئيس المالي المؤقت، والأخير منقل إلى المستشفى. سنغاليون يتظاهرون في نواكشوط ضد رسوم الإقامة. المعارضة المحاورة رفض لحوار جديد وتحذير من الفوضى. شكرا لكم على متابعتنا، وشكر موصول لفريق العمل. إلى اللقاء.